السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن تعرض عشرات المعتقلين للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابيه. أدان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان استمرار تعرض عشرات المعتقلين اليمنيين للتعذيب الممنهج في سجون ميليشيا الحوثي، وقال المرصد إنه تلقى شهادات تشير إلى أن عمليات التعذيب باتت ممنهجة وقد تصل في بعض الحالات إلى التعذيب حتى الموت، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين يقبعون في زنازين انفرادية ويمنع عنهم تناول الطعام والدواء ما يعرض حياتهم للخطر. وأضاف أن الميليشيا تحاكم 36 ناشطا وصحفيا بتهم ملفقة وتتم محاكمتهم في ظل غياب ضمانات بحصولهم على محاكمة عادلة. وحمل المرصد الميليشيا المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين داعيا المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناتهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش قضية التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي في محورين: أوضاع المختطفين القانونية والإنسانية في سجون الميليشيا الحوثية، ونناقش أيضا الآليات الممكنة أمام الحكومة والمنظمات لإنهاء هذه المعاناة. نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. عملية التعذيب باتت ممنهجة في سجون الحوثيين، حقيقة رسختها شهادات تضمنتها تقارير المنظمات الحقوقية وتوصل إليها المرصد الأورو المتوسطي في أحدث تقرير له حول مصير 36 معتقلا من الناشطين السياسيين والصحفيين في السجون الحوثية. المرصد الذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا له أدان في أحدث تقرير له حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن استمرار تعرض العشرات من المعتقلين اليمنيين للتعذيب الممنهج والمعاملة اللا إنسانية والمهينة من قبل سجانيهم في مراكز الاعتقال التابعة لجماعة الحوثي، في ظل شهادات بأن عمليات التعذيب باتت ممنهجة وتصل في بعض الحالات إلى حد التعذيب حتى الموت. ركز تقرير المرصد على الكيفية التي تسير بها إجراءات محاكمة 36 ناشطاً حقوقياً ومعارضاً وصحفياً على ذمة قضايا ملفقة تتعلق بتنفيذ اغتيالات أو التجسس لصالح قوات التحالف العربي، وذلك بناء على دعوة من النيابة العامة في صنعاء التي تعمل تحت سلطة الأمر الواقع في هذه المدينة. المرصد أعرب في تقريره عن القلق على مصير المعتقلين عقب تغيب بعضهم عن آخر جلسات المحاكمة التي عقدت يوم الثاني من هذا الشهر، كما حدث مع الدكتور يوسف البواب الذي لم يحضر جلسة المحاكمة، الأمر الذي يعزز المخاوف حول مصيره بعد تأكيدات من مصادر على اختفائه من داخل المعتقل. تقرير المرصد الأورو المتوسطي أوضح أن معظم المعتقلين يقبعون في زنازين انفرادية ويمنعون من تناول الطعام والدواء ما يعرض حياتهم للخطر الشديد ويجعل أوضاعهم الصحية في تدهور مستمر، إذ يبدو بشكل جلي على أجسادهم آثار سوء التغذية والرعاية الطبية. وحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وطالب بالوقف الفوري لعمليات التعذيب الممنهجة بحق المعتقلين. أوضاع المعتقلين في سجون الحوثيين تناوله تقرير صدر قبل ذلك عن منظمة سامر الحقوق والحريات ومقرها جنيف، أكد أن ميليشيا الحوثي تمنع أهالي المعتقلين في سجن الأمن السياسي من زيارة أقاربهم، وتمنعهم كذلك من إرسال الملابس النظيفة والدواء والطعام الذي كان يحضره الأهالي للمعتقلين كل أسبوع أو أسبوعين. تقرير المنظمة ركز على الانتهاكات التي تطال المعتقلين وتشمل فيما تشمل وضع القيود والاعتداء بالضرب والزنازين الانفرادية في ممارسة وصفتها سام بأنها ممنهجة وتشكل انتهاكا جسيما للقواعد النموذجية المتصلة بمعاملة السجناء وخرقا للمعاهدات والقرارات والتوصيات الخاصة بالسجناء. إذا مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المتحدثة باسم المرصد الأورو المتوسطي إيناس زايد. سيدة إيناس مساء الخير. سيدة إيناس هل تسمعيني؟ نعم. إذا يبدو أن الاتصال بالسيدة إيناس لم يجهز بعد، وأرحب هنا بضيفنا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك سيد توفيق. يعني تقرير أخير للمركز الأورو متوسطي أو المرصد الأورو متوسطي يعني تحدث عن أوضاع المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية، وكان سبقه أيضا تقرير لكم
منذ فترة حول أوضاع المختطفين، يعني كيف تقيم أوضاع المعتقلين في سجون الميليشيا، خاصة في ظل أخبار تتوارد عن حالات تعذيب ممنهجة يتعرضون لها؟ حقيقة معاناة المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي في الفترة الأخيرة، خاصة في سجون الأمن السياسي، أصبحت مروعة وزادت بصورة كبيرة جدا. نحن في منظمة سام أصدرنا تقرير تحت عنوان معتقلي الأمن السياسي معاناة وعذاب وشهادات مؤلمة. نحن في البيان أصدرنا أو أوردنا مجموعة من الشهادات فقط، بينما لدينا شهادات كثيرة، لكن من خلال هذه الشهادات يتبين حجم المعاناة التي يتعرض لها المعتقلين. هنالك تقييد بالسلاسل، هنالك تجريد من الثياب، هنالك تفتيش تقريبا لمدة 24 ساعة، هنالك إخفاء لبعض المعتقلين. إحدى زوجات أو أهالي المعتقلين تقول لي: سام، لأول مرة منذ سنتين ترى القهر في عين زوجها. معنى أن هذه الحالة لم تصل إلى هذا المستوى إلا بعد معاناة شديدة يعني. وبالتالي الأوضاع متشددة. وأعتقد أن الدكتور يوسف البواب في جلسة المحاكمة التي انعقدت الأسبوع الماضي تحدث عن جزء من هذه المعاناة أمام القضاء، للأسف الشديد القضاء بين قوسين، رغم أننا في المنظمة لا نعترف بهذه المحاكمة، لكن تحدث أمام القاضي الذي نصبته جماعة الحوثي عن حجم المعاناة، عن التعذيب، عن التقييد بالسلاسل إلى آخره. ونتفاجأ أنه في الجلسة القادمة أو الجلسة المنعقدة تاليا أن سعد البواب لا يحضر دون إيجاد أي مبررات. يتحدث المعتقلون بأنهم لا، أن سعد يعني يوسف البواب اختفى من الزنزانة ولم يعود يروه. هنالك كان زيارات بموجب قرار من النيابة والمحكمة، إلى أن سريع مسؤول الأمن السياسي رفض. هنالك تخوفات أن يكون تعرض الدكتور يوسف لتعذيب أشد، ربما يفضي إلى الموت، ربما يفضي إلى إخفاء. ونحن نخشى أن تكون جلسة النطق بالحكم التي ستنعقد قريبا ربما لإخفاء قاسية في أحكامها، وربما لإخفاء مجموعة من الجرائم التي قد تكون ارتكبت بحق هؤلاء المعتقلين داخل سجون الأمن السياسي وبقية السجون للأسف الشديد. هنالك اليوم مصادرة لأبسط الحقوق، منها الثياب، الأدوية، كل ما يمكن نتحدث عنها اليوم يحدث في سجون الأمن السياسي. وأعتقد أن الإجراءات المشددة و حالة التعذيب ما زالت مستمرة حتى الأسبوع الماضي بحسب تواصلنا مع الأهالي المستمرة في صنعاء. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق، وأعود لضيفتنا مجددا المتحدثة باسم المرصد الأورو متوسطي، ستكون معنا من العاصمة الأردنية عمان، السيدة إيناس زايد. سيدة إيناس، مساء الخير. مساء النور وتحياتي لكم ولجميع المشاهدين. اهلا بك سيدة إيناس. يعني تقرير اخير للمرصد الأورو متوسطي عن اوضاع المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي، ويعني وصف الكثير من الامور وما يتعرض له المعتقلين هناك. يعني كيف تفسرون استمرار مأساة ومعاناة المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية؟ نعم، يعني نحن في البداية وكمرصد من خلال فريقنا القانوني قمنا بمتابعة قضية 36 معتقل منذ بداياتها منذ عام 2017، وكنا قد أصدرنا العديد من البيانات والتوثيقات التي تشير بوضوح إلى انعدام ضمانات المحاكم العادلة بحق هؤلاء 36 معتقل، بالإضافة إلى أن المحكمة التي تنظر في هذه القضية ثبت من خلال أكثر من موقف بأنها محكمة غير محايدة وأيضا هي مسيسة، ولذلك كان هناك خشية من أن يكون هناك يعني قرارات وأحكام تعسفية بحق هؤلاء 36، وكنا قد أكدنا على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكم العادلة بحق هؤلاء المعتقلين، إلى أنه ومن خلال ما نقوم برصده وتوثيقه من خلال التواصل المباشر مع أيضا أهالي هؤلاء المعتقلين
المحتجزين الذين افادوا بشهادات فعلا صادمه عن الاجراءات التي يتم يعني اتباعها بحق هؤلاء الاشخاص، سواء الاجراءات القانونيه في المحكمه من خلال يعني الضرب، يعني اخر ما تم الافاده فيه بان كان هناك محامي يحاول تمرير قلم الى احد المعتقلين وانهال عليه رجال الامن في بالضرب، وهذا الامر يعني يخالف ادنى معيار من معايير ضمانات المحاكمه العادله. لذلك فنعم هناك العديد ايضا من حالات التعذيب الجسدي، وهناك ايضا اخفاء لبعض المعتقلين. هناك الدكتور يوسف البواب لم يحضر جلسه المحاكمه وايضا لم يعرف مصيره لغايه اللحظه. هذا الامر يثير قلقنا كمرصد حقوقي ونطالب بالكشف الفوري عن مصير يعني ايضا الدكتور يوسف البواب. اين هو ولماذا لا يحضر جلسات المحاكمه على الرغم من ان القانون اليمني وايضا المعايير الدوليه لضمانات المحاكمه العادله تكفل للمتهم ان يقوم بحضور جلسات المحاكمه حتى يقوم بالدفاع عن نفسه وحتى يقدم الادله وحتى ايضا يتم التاكد من سلامه هذا المعتقل. نعم، لكن سيده ايناس هنا نقطه ايضا في مساله الـ يعني التقرير الذي صدر عنكم مؤخرا، يعني هل يعد هذا اول تقرير يلتفت لاوضاع المعتقلين في مناطق سيطره الحوثيين، ام ان لديكم يعني تقارير سابقه في ذات السياق؟ نعم، نحن نسلط الضوء بشكل مستمر على هذه القضيه لاننا نتحدث عن جمله ومجموعه واسعه من المعتقلين. هناك يعني ايضا يعني العديد من الممارسات الخطيره والتي نوصفها بشديده الخطوره على هؤلاء المعتقلين، يعني هم يعني معتقلون تعسفيا وايضا مختفون قسريا، وفوق ذلك هم يتعرضون للمعامله اللا انسانيه والمهينه وللتعذيب ايضا. وكان هناك شهادات ايضا نقوم الان جمعها يعني تشير بوضوح الى ان هناك من الاسرى المحرر او من المعتقلين المحررين هناك من تعرض الى ابشع وسائل التعذيب، وهناك شهادات يعني جمعناها تشير الى يعني اشخاص بعينهم قاموا بهذه الافعال. لذلك فهذا الامر لا يجدر السكوت عنه، ونحن يعني ما زلنا نسلط الضوء عليه في كل معلومة نقوم برصدها، في كل معلومة نقوم بتوثيقها، نقوم فورا في إصدارها للمجتمع الدولي حتى أيضا يتحرك ويكون يعني ضليع بمسؤوليات تجاه هذه القضية. نعم، لأنه لا يمكن الصمت والسكوت عن قضية إنسانية بهذه الخطورة. بالإضافة إلى ذلك فلا بد من التحرك على المستوى القانوني أيضا من أجل رفع الدعاوى القضائية وأيضا تقديم الشكاوى باسم هؤلاء الأشخاص من أجل إنسان والحصول على يعني او اتخاذ للعداله مجراها. نعم، اذا تكرمي بالبقاء معنا سيد ايناس، واعود لضيفي من فيينا رئيس منظمه سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق، يعني كيف تقيم او تنظر الى التقرير الاخير الصادر عن المرصد الاورو متوسطي؟ هو التقرير كاشف لما يعانيه المعتقلين وتأكيد للتقارير السابقة. اليوم احنا قلنا ان مدينة صنعاء هي اشبه اليوم ما تكون بمعتقل كبير. نحن في بيانات سابقة بينا ان هنالك في صنعاء ما يقارب اكثر من 30 معتقل غير قانوني، هنالك معتقلات ايضا سرية لا 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 غير المعتقلات المعلنة مثل معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي إلى غير ذلك. اليوم الذي يدير هذه المعتقلات بما فيها معتقل الأمن السياسي وهو نقطة محور الحديث اليوم عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين والذي يقبع فيه المعتقلين المحالين إلى محكمة أمن الدولة المحكمة الغير القانونية. هذا السجن للأسف الشديد يديره أناس لا يلتزمون بالقانون، بل إنهم يرفضون أوامر المحكمة ويعتبرون أنفسهم فوق الدستور والقانون. هنالك شهادات أيضا لمعتقلين أجانب تحدثوا عما يدور داخل هذا السجن وعن انتهاكات فظيعة. نحن ربما نصدر تقرير قصصي قريبا عن معتقل هؤلاء الخاصة الذين في الخارج. وبالتالي اليوم أنا أعتقد
كل ما يحدث في اليمن بشكل عام، ما يحدث في صنعاء، جميع التقارير تأتي لتؤكد ولتكشف حقيقة المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المعتقلون في العاصمة صنعاء. اليوم العالم ربما لا يدرك حقيقة ما يدور. نحن عندما نتخوف من محاكمات قد تفضي إلى عقوبة الإعدام، لأن لدينا اليوم شواهد، نحن موثقين تقريبا أقرب من 40 إلى 50 حالة إعدام أصدرتها هذه المحكمة، وبعض بعض الجلسات لم تستمر أكثر من ساعة إلى ساعتين، وبعضها جلسة واحدة صدرت فيها أحكام. وبالتالي نحن اليوم أمام قضاء تستخدمه جماعة الحوثي لابتزازات سياسية ولتحقيق مكاسب سياسية. اليوم يأتي هذا التجديد وتأتي هذه المحاكمات في ظل في ظل منادات العالم باتفاقية ستوكهولم، في ظل تعثر بند إطلاق المعتقلين الذي نصت عليه هذه المعتقلة والذي من الاتفاقية، والتي من المفترض أن يكون قد تم الإفراج عنهم في 20 من يناير. لكن جماعة الحوثي اليوم تريد أن تفرض سياسة أمر واقع وتضرب بكل الاتفاقيات عرض الحائط، وترسل رسالة للخارج بأنها متحللة من أي ضغوط، وبأن لديها سياستها وتوجهاتها التي لا تعبأ بما يقرره العالم أو يمكن أن يتفق به معها. نعم. لكن هنا لو أتينا بالحديث سيد توفيق عن دور المنظمات الدولية في كشف ما تمارسه الميليشيا من تعذيب بحق المعتقلين، يعني كيف تقيم دور هذه المنظمات؟ هو بلا شك أن هنالك نوع من القصور، لكن هذه المنظمات دورها الأساسي هو دور كاشف، لأن ليس لديها سلطة تنفيذية أو قادرة على أن تجبر الميليشيات سواء. هل مارست هذا الدور على أكمل وجه؟ هو طبعا ليس بالدور المطلوب على أكمل وجه، لكنه دور كبير، يعني أدى دور كبير وكشف كثير من الانتهاكات. اليوم ربما هنالك لجان دولية سواء تتبع مجلس الأمن أو تتبع مجلس حقوق الإنسان، واعتقد بان التقارير الاخيره قد وصلت اليهم، وهنالك تواصل مستمر مع هذه اللجان سواء منا ومع الاهالي، ولتوضيح حقيقه ما يدور هنالك توثيق كبير. انا اعتقد ان المنظمات، ليس بشرط كل المنظمات الكبرى، لكن هنالك منظمات فاعله استطاعت ان توصل رساله قويه للمجتمع الدولي. وإن كان يبقى اليوم الدور السياسي بالدرجة الأساسية على الحكومة الشرعية ودول التحالف، والتي اعتقل هؤلاء المعتقل، أو الذي يعني المعتقلون هؤلاء يحاكمون بتهمة العمل معها، هذه يجب أن يكون لها دور سياسي قوي وفاعل في الخارج، يجب أن يكون لديها موقف قوي مع مبعوث الأمم المتحدة جريفيث من اتفاقية ستوكهولم بشكل عام. ما لم يتم الالتزام بهذه الاتفاقية حرفيا، خاصة البند المتعلق بالمعتقلين، يجب على الحكومة الشرعية وخاصة الوفد الذي يفاوض على هؤلاء على بند المعتقلين، يجب أن يكون لديه موقف واضح ويصدر بيان قوي ويوزع يرسل للأمم المتحدة وللأمين العام ولمجلس حقوق الإنسان، ويحمل المسؤولية الكاملة عن فشل هذه المفاوضات ميليشيات جماعة الحوثي، لأنها لم تلتزم حتى بإعطاء المعتقلين ولو جزء بسيط من حقوقهم التي يجب أن يتمتعون بها. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق، وأعود للسيدة إيناس زايد. يعني سيدة إيناس، نتساءل هنا عن الآليات القانونية يعني التي يمكن العمل عليها على الصعيد الدولي لإنهاء معاناة هؤلاء المعتقلين. نعم، يعني نحن نقول بأنه دائما لابد من اتخاذ إجراءات قانونية وإجراءات دولية حتى يتم إنصاف هؤلاء المدنيين، وأيضا هذا الأمر يجب أن يتم خلال مسار قانوني معين. ولذلك فنحن يعني الآن نقول بأن حكم المحكمة الطابق الآن في حق هؤلاء 36 هي يعني هو حكم مكسري، لأنه إن لم يلمن هؤلاء 36 المعتقل العدالة من خلال هذه المحكمة، فهذا الأمر سيدعونا إلى اللجوء إلى الآليات الدولية الأخرى، مثل استخدام الشكاوى إلى المقربين الخواص للأمم المتحدة، أو حتى اللجوء إلى المحاكم ذات الاختصاص العالمي
ايضا رفع قضايا بحق هؤلاء الاشخاص، ولكن هذا الامر يستلزم استنفاذ كافه الوثائق الداخليه القضائيه حتى يتم اللجوء الى هذه الوثائق الدوليه. وبالحديث عن موضوع القضاء، فيعني نحن نجد بان اخطر ما قامت به جماعه الحوثي الان في المناطق التي يعني تخضع لسيطرتها انها قامت بتطويع السلطه القضائيه لاصدار احكام خارج يعني نطاق القانون، وايضا تحمل بعدا سياسيا من اجل ربما التخلص من بعض المعارضين او يعني بعض الاشخاص الذين يعني يود الحوثي الانتقام منهم على خلفيه شخصيه او خلافات شخصيه. لذلك فيعني نحن نعيد وايضا نحمل جماعه الحوثي المسؤوليه الكامله عن حياه أي من المعتقلين لديها، وأيضا نطالب بالوقف الفوري لعمليات التعذيب الممنهجة بحق هؤلاء المعتقلين، وأيضا أي شخص متورط في ارتكاب هذه الانتهاكات لابد من إحالته إلى المحاكم المختصة وعلى الفور ودون تأخير. نعم، لكن سيدة إيناس، يعني لماذا أخفق المجتمع الدولي على مدى سنوات في الضغط على الحوثيين في اليمن بشأن هؤلاء المختطفين والانتهاكات الحاصلة عموما؟ نعم، يعني المجتمع الدولي فعليا رغم المطالبات وتكرار يعني المناشدات وايضا قرع جرس الانذار والخطر اكثر من مره بالحقيقه، يعني والارقام يعني تشير الى حقائق صادمه سواء على صعيد المعتقلين ام على صعيد يعني استهباس المدنيين بشكل مباشر او حتى على موضوع تفشي الكوليرا وايضا المجاعه ونقص المساعدات في اليمن. هذه الامور او هذه القضايا الانسانيه يجب ان يتم إيلاء الاعتبار الأول لها من قبل المجتمع الدولي ومن قبل المنظمات الأممية، ولكن نحن للأسف نرى بأن هناك تقاعس في حل هذه الملفات وحتى يعني النظر لها بجدية، يعني رغم أن هناك العديد من أيضا يعني قمنا نحن كمركز غير متوسط أيضا بالتطرق إلى موضوع اليمن أكثر من مرة في مجلس حقوق الإنسان من خلال الندوات وأيضا البيانات الشفهية، وهناك أيضا العديد من المنظمات التي تطرقت إلى موضوع اليمن، ولكن هناك تقاعس باتخاذ إجراءات جادة لإنهاء الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن ابتداء ومن ثم الالتفات إلى الموضوع الإنساني، وإن كان الموضوع الإنساني هو أولوية الآن على الموضوع السياسي، لابد من اتخاذ خطوات لإنقاذ ما تبقى من المدنيين. نحن يعني نشهد اليوم يعني أطفال يموتون سواء من خلال الاستهداف المباشر أو من خلال الكوليرا أو من خلال المجاعات، لا يمكن السكوت يعني عن هذه المأساة الإنسانية، لابد من التحرك، وهذا الأمر ما ندعو إليه دوما وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات من أجل حله. نعم، إذن ابقي معي سيدة إيناس. أذهب بالسؤال للسيد توفيق الحميدي. يعني سيد توفيق، يعني ما رأيك أو برأيك ما هي الخطوات التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها من أجل الحد من انتهاكات الميليشيات بحق المعتقلين؟ أنا أعتقد المجتمع الدولي لديه أوراق كثيرة. على سبيل المثال اليوم يجب أن يضغط بصورة كبيرة، خاصة أن المجتمع الدولي اليوم أصبح متواجد على الأرض، يعني أن يخرج من لغة الدلال التي يمارسها مع جماعة الحوثي وينتقل إلى خطوة أكثر تشددا، بمعنى يجب على المجتمع الدولي أن يكون أن يحرك الملفات القضائية المنتهكي جرائم الحرب في اليمن، خاصة بعد تقرير لجنة الخبراء الأول الذي صدر في أغسطس من عام 2018، وأعتقد أن في تقرير جديد سيصدر في عام 2019، وهذه الملفات مهمة في سبيل من أجل الضغط على كل الأطراف اليوم التي تنتهك جرائم التي تنتهك القانون الدولي الإنساني في اليمن. على هذا الأساس هنالك خطوات أخرى، منها بمعنى التضييق بصورة أكبر على جماعة الحوثي في الخارج، هنالك ضغوط متعلقة بالجوانب المالية، متعلقة بجوانب لوجستية إلى غير ذلك. جماعة الحوثي اليوم غير قادرة على أن تواجه المجتمع الدولي إلا برضا المجتمع الدولي نفسه، وبالتالي اليوم جماعة الحوثي أنا باعتقادي أنها حريصة جدا على أن تقدم نفسها للعالم بأنها سلطة أمر واقع قادرة على إدارة المناطق التي تحت سيطرتها، وبالتالي هي لن تستطيع أن تواجه ضغوط المجتمع الدولي إلى ما لا نهاية. وبالتالي المجتمع الدولي اليوم للأسف الشديد هو يمارس نوع من الدلال. وهنالك أيضا نقطة مهمة، أن جماعة الحوثي اليوم تستغل الظرف الدولي المتعلق
بحالة انعدام الثقة بين المملكة العربية السعودية وبقية دول العالم، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا بسبب مقتل الصحفي خاشقجي، وبالتالي هنالك اختلاف تقاطع كبير بين الملف اليمني والملف السعودي، وبالتالي يعاقب اليمن ويعاقب كثير من اليمنيين بسبب السياسة المملكة العربية السعودية وبسبب هذا الخلط. اليوم نحن كيمنيين يجب أن نوضح للعالم تماما أن هنالك فصل تام بين ما يحدث في اليمن وبين ما يحدث في المملكة العربية السعودية، بل أننا أحيانا متضررون من هذه السياسة بصورة أو بأخرى، سواء من خلال تواجد قوات سعودية تهدد السيادة اليمنية أو من خلال انتهاك قوات التحالف للمدنيين اليمنيين هنا أو هناك. هذا نقطة يجب أن نوضحها بصورة دقيقة وكاشفة للمجتمع الدولي. نعم. بالتالي هذا الأمر يجب أن يكون في عين الدبلوماسية اليمنية على وجه الخصوص والمنظمات بشكل عام على وجه العموم. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. وأعود بسؤال أخير لضيفتنا المتحدثة باسم المرصد الأورو متوسطي سيدة إيناس زايد. يعني من الناحية العملية سيدة إيناس، هل تقاريركم هذه تصل إلى الأمم المتحدة وأيضا الحكومات المعنية بالملف اليمني؟ ويعني ما هو الأثر؟ نعم، يعني نحن نقوم كمنظمة حقوقية بتسليط الضوء على هذه الانتهاكات من خلال التقارير والبيانات الشفوية كما ذكرت لك، من خلال التطرق إلى هذه الانتهاكات في المحافل الدولية جميعها، وهذا ما نقوم فيه بدورنا كقوة ضاغطة على المجتمع الدولي من أجل فتح هذا الملف والتحرك من أجله، لأنه المنظمات الدولية فعليا والحقوقية هي بمثابة يعني لا يمكن أن تتخذ خطوات عملية في سبيل معاقبة ومحاسبة المجرمين إن لم يكن هناك إرادة سياسية لذلك، أو إن لم يكن هناك تحرك جاد من قبل المنظمات الأممية كالأمم المتحدة أو حتى يعني مجلس الأمن في سبيل إحالة هذا الملف إلى مثلا المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها. يعني نحن نقوم بدورنا كحقوقيين بتوثيق هذه الانتهاكات، وهذا الأمر جدا مهم، لأنه حتى وإن لم تأخذ العدالة مجراها حاليا فهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ويمكن لاحقا فتح هذا الملف أمام أي يعني محكمة خاصة تنشأ من أجل معاقبة ومحاسبة مجرمي الحرب في اليمن. لذلك فالدور الحقوقي ودور التوثيق هو دور مهم جدا في هذه المرحلة. ولكن إن أردت أن أقول بأن يعني هذا الأثر إن صح التعبير أو سؤالك عن أثر هذه الجهود، فهو الأثر الذي يبقي ضمير هذه الأمة ملتفتا إلى قضية موجودة، قضية إنسانية موجودة في اليمن، وأيضا من أجل يعني وضع الحجة على الجميع بأن هناك من الانتهاكات ما وثق وما سجل وما قيد وبالصوت وبالصورة أيضا ولم يتم التحرك من أجله. لذلك فهذا ما نقوم به كمنظمة دولية، ونأمل بأن يكون هناك استجابة سريعة لإنقاذ المدنيين في اليمن على وجه السرعة. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر السيدة إيناس زايد المتحدثة باسم المرصد الأورو متوسطي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، أشكر أيضا ضيفي السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات كان معنا من فيينا. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.